خلينا نروح لواحد من نجوم مانشستر سيتي طبعا، وليون الفرنسي، وكان مدرب ايرلندا السابق تعليقا طبعا على كاس العالم وعلى مفاجآت كاس العالم، ميك ماكارثي نجمنا وضيفنا. وقبل ما ابدا لقائي معاه، تعالوا افكركم بواحد من اهدافه في الدوري الانجليزي. نرحب بميك ماكارثي معانا في السادسه، ونشكره طبعا على مشاركته معانا. اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. شكرا شكرا جزيلا، من اللطيف ان اتواجد معكم. شكرا. يعني خليني ابدا معاك بملف كاس العالم، وهل تتفق ان النسخه دي من كاس العالم قطر 22 هي نسخه المفاجآت؟ نعم نعم، بشكل شخصي أعتقد أنها نسخة أبهرت الجميع المشاهدين خلف شاشة التلفاز وبطبيعة الحال في الملعب. أعتقد أن العديد من المنتخبات وخصوصا المغرب حققت المفاجأة، وصلت لنقطة أعتقد الأمر منطقي، الأمر جيد. أنا أحببت ما رأيته في كأس العالم الحالية، وأنا أتابع كأس العالم بحماس شديد. هاجي للمغرب وهاجي للمواجهات المنتظرة سواء كرواتيا أرجنتين أو فرنسا والمغرب، لكن يهمني الأول أسألك على المنتخب الإنجليزي. عشاء الكرة الإنجليزية في كل أنحاء الأرض الحقيقة في حالة تعجب شديدة جدا، بيروا أنه إنجلترا بتملك أفضل دوري على مستوى العالم، بيملكوا مجموعة مميزة جدا من النجوم، ورغم كده الحقيقة فشل ورا فشل في تحقيق أي لقب قاري أو أي لقب عالمي. من وجهة نظرك أو تفسيرك لده إيه؟ نعم نعم، كما رأينا بالأمس كأس العالم حسم المباراة كأس العالم الحالي حسم بطرق كثيرة من ضمنها ضربات الجزاء، فأعتقد أنها ما حسمت مباراة الأمس. إذا استطعت أن توقف سيل الهجمات ضد فريقك وتحرز الفرص، فأعتقد أنك ستكون مؤهلا للفوز بالمباريات. أعتقد أن إنجلترا أدى بشكل جيد، ولكن أضاعت ضربة جزاء كانت حاسمة في إنهاء المباراة. كنا قريبين من الفوز بالمباراة، كنا قريبين من قبل أن نفوز بنسخة أو نسختين من كأس العالم، ولكن إذا ركن الأمر لركلة جزاء لتحسم صعودك على حساب منتخب كنت الأفضل منه، فأعتقد أن الأمر معتمد على الحظ. فإذا فقدت ركلة جزاء يتأهل منتخب آخر، فأعتقد أعتقد أن فرنسا تستحق أن تفوز، هي فازت بالفعل واستحقت ذلك، ولكن الأمر كان مجرد ركلة حظ. أعتقد أن إنجلترا بالفعل قد خسرت بطولة أخرى منذ مدة قصيرة بضربات الجزاء. أعتقد أن الأمر يعتمد كثيرا على الحظ ولا في نسخة اليورو تحديدا. تحمل ماركوس راشفورد نجم انجلترا ونجم مان يونايتد ضغوط إعلامية وضغوط جماهيرية شديدة جدا بعد إخفاقه في تسديد أو في تسجيل ركلة جزاء. هل تتوقع أن تكون المعاملة بالمثل مع هاري كين نتيجة إخفاقه في تسجيل ركلة الجزاء الثانية امبارح لإنجلترا في مواجهة فرنسا؟ من الممكن بداية منذ اليوم بعد الإفطار مباشرة، وجدت الآراء لاذعة تجاه هاري كين. هو الأمر كما لو كنت متعادلا، وكان هاري كين أفقدك الكثير بالفعل. الأمر بشري، هاري كين هو إنسان يستطيع أن يضيع ركلة جزاء على إنجلترا أو على فريقه. الأمر معتاد، الأمر عادي من وجهة نظري. هكذا تسير الأمور، ترتكب أخطاء وتسير الأمور بشكل خاطئ كما لا تود، فهذا يحدث للجميع. أعتقد أن يجب أن يلتمس له العذر. هو لا يستحق هذا، فهو لاعب رائع من وجهة نظري. أي مدرب، أي مدير فني على سطح الكوكب كله يحلم أنه يقود مجموعة مميزة جدا في كل الخطوط، في زي مجموعة أو زي الجيل الحالي من المنتخب الإنجليزي. نتكلم على واحد من أقوى خطوط الهجوم الموجودة على مستوى المنتخبات في البطولة، خط هجوم بيضم هاري كين، رحيم ستيرلينج، فيل فودن، جاك جريليتش،
ماركوس راشفورد، لعيبة مميزة زي ديكلين رايس، ووكر، لابورت وغيرهم من النجوم، هل بتشوف انه من الافضل استمرار ساوث جيت في قيادة المنتخب الانجليزي بعد انتهاء مشواره في كأس العالم، ولا على الانجليز ان هم يبحثوا عن مدير فني جدير بقيادة منتخب بحجم المنتخب الانجليزي؟ بالنسبه لمدير فني اكثر خبره، كان لدينا بالفعل مدير فني، كان لدينا مدير فني اكثر خبره، ولكن استبعد لاعبين كبار وعذب لاعبين بالفعل كأرون رمزي، ولكن الامر رائعا اذا كان لديك اعتماد اكبر على اللاعبين الانجليز. الامر ليس فقط خاص بالمدير الفني على حده، لا، الامر خاص بالفريق ككل. اذا لاحظت الان فسترى الفريق على ارض الملعب يعاني. لدينا لاعبين رائعين على مستوى المنتخب القومي، ولكن بالنسبه لي ساوثجيت قد أدى أداء رائعا، ولكن إذا نظرت إلى أداء مدربين في بعض الأندية ستجد أنهم يليق بهم أن يقودوا المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم. أعتقد أنك دائما تحتاج لأداء مقنع أكثر للجماهير. بالنسبة للمدير الفني لمنتخب إنجلترا، هو محط أنظار الجميع في إنجلترا، الجميع يركز مع ما تفعله بالنسبة للمنتخب. وإذا لم يكن ساوث جيت مؤهلا، فبالتالي لم يكن ليصل لهذه النقطة. ولكن كما قلت، الأمر ليس خاص به، الأمر كان خاصا بركلة جزاء أضاعت مجهود الفريق ككل. بتبص إزاي لمواجهتي قبل النهائي، كرواتيا في مواجهة الأرجنتين والمغرب في مواجهة فرنسا؟ ويهمني أكتر تركيز يمكن المواجهة الثانية تهمنا بشكل كبير جدا، وهل بتشوف أنه المنتخب اللي نجح في تجاوز بلجيكا وإسبانيا والبرتغال قادر على أنه يتجاوز عقبة المنتخب الفرنسي حامل لقب طبعا النسخة الأخيرة من كأس العالم؟ حسنا، بدون شك لا يستطيع أحد أن يخمن أو أن ينفي أي إمكانية خاصة بأي منتخب من المنتخبات الأربعة. ربما نرى المغرب على منصة التتويج. لديهم خط دفاع قوي جدا، استطاعوا أن يعبروا الكثير من المنتخبات. لديهم لاعبون رائعون بالفعل، لا نستطيع أن نستبعد، ولكن السؤال هو إلى أي مدى سيتحملوا الضغط. حتى الآن قاموا بعمل رائع، ولكن على مر الأجيال لم نجد منتخبا كفرنسا على سبيل المثال تستطيع أن تكون بطلة. أعتقد أن فرنسا سيكون لديها الحظ الوافر للفوز بهذه المباراة. كثير كانوا بيتبنوا نفس وجهة النظر مع المنتخب البرازيلي، لكن منتخب كرواتيا فاجئنا وقدر أن هو يقصي البرازيل من البطولة. أعتقد أن كرواتيا فريق براغماتي جدا، يعمل على مصلحتي في الأول والآخر، منظمون جدا، يلعبون بطريقة ظريفة، يستخدمون المهارة وقتما يحتاجون، ولكن يلعبون للمصلحة فقط، لا يفقدون الكثير من العرق، لديهم مجهود وافر. أعتقد من يعرف، ربما تحسم البطولة في أي وقت لأي من المنتخبين، المغرب أو كرواتيا. لا، نريد مفاجآت، ونريد أن نرى الفرص متساوية بين جميع الفرق. بصرف النظر عن نجاح المغرب في تجاوز فرنسا من عدمه، بعتقد أن النسخة دي من كأس العالم أدت انطباع مختلف إلى حد كبير عن الكرة العربية والأفريقية. شفنا فريق زي منتخب السعودية بيتفوق على الأرجنتين، شفنا فريق زي المغرب بيوصل نصف النهائي، شفنا تونس بتكسب المنتخب الفرنسي. هل تتوقع أنه بعد انتهاء البطولة يتغير الانطباع العام عن قدرات اللاعب العربي وقدرات المنتخبات والفرق والأندية العربية؟ أظن أن اللاعب العربي واللاعب الأفريقي ملاحظ بالفعل في أوروبا،
يوجد عملية كشفية رائعة من الأندية الأوروبية، ويوجد وأحيانا لدينا لاعبون رائعون، يكون لدينا لاعبون رائعون في الأندية الأوروبية، ولا نرى مثل هذا المستوى في بعض اللاعبين الأوروبيين، ولكن مع المنتخب القومي إذا كان عربيا أو أفريقيا نجد الأمر مختلفا. ولكن الآن أعتقد على مستوى كرة القدم اللاعبين الكبار فقط هم من يلاحظون. في إفريقيا المنظومة ككل يلعبون دائما لعب مفتوح يعتمد على المهارة، يريدون أن يهاجموا، مثل ما رأيت غانا حينما كانت تلعب في هذا كأس العالم، كما رأيت في كأس العالم 2014 ألمانيا ضد البرازيل كرة قدم مفتوحة، فهذا ما تؤديها الفرق الإفريقية. ولكن لا يوجد النظام الذي يحكم هذه اللعبة لهذه الفرق. يوجد مستوى تنافسي عالي، يوجد إظهار للمهارات، يوجد فريق جيد، ليس فقط على المستوى الفردي، أنا أقصد لاعبين، لا إذا كان لديك لاعبون منظمون فسيكون لديك فريق منظم، حينها نستطيع أن نقول أن اللاعب الأفريقي سيكون ملحوظ في أوروبا. مين الأطراف اللي تتمنى وصولها للمباراة النهائية في كأس العالم، أو تتوقع وصولها للمباراة النهائية في كأس العالم؟ نهائي تتمناه؟ نعم، أتوقع فرنسا، فرنسا أن تهزم المغرب، وأعتقد أن لو كان ميسي جيدا كفاية ليصل بفريقي للمباراة النهائية، فأعتقد أنه سيفوز، أن الأرجنتين ستفوز على كرواتيا. لا أعرف، لدي آمال، لدي ولكن ربما نرى المغرب وكرواتيا في النهائي. لا أحد يعرف. نتمناها الحقيقة. لا فقط أتمنى، أنا أتوقع ذلك، أعتقد أن فرنسا ستواجه كرواتيا في النهائي. طيب خليني أسألك، لأن البطولة دي تحديدا بتشهد الحقيقة مشاركة قد تكون الأخيرة، مفيش شيء مضمون طبعا أو مؤكد، لكن قد تكون الأخيرة لنجوم كبيرة على أعلى مستوى، أمثال كريستيانو رونالدو، أمثال ليو ميسي، أمثال نيمار وغيرهم من النجوم، ليفاندوفسكي، يعني في جيل كبير يمكن بتكون المشاركة دي الأخيرة بالنسبة له. لكن هل أفرزت البطولة من وجهة نظر ميك ماكارثي عن نجوم جدد؟ هل شهدت ميلاد نجوم جدد في عالم كرة القدم؟ نعم بالفعل. انظر إلى مبابي، يعني هو يؤدي واحدة من أروع الأداءات في كأس العالم، مستوى عالٍ، مستوى لا يصل إليه إلا لاعب خبير. ولكن أعتقد أنه أذهلني، وأيضا ألفونسو ديفيز من كندا هو كان رائعا في دور المجموعات، كان لاعبا حمل الفريق وأدى أداء رائعا، أنا استمتعت برؤيته والكثير من المواهب التي أبرزتها، وأيضا جو بيلينغهام وضد فرنسا أدى أداء مذهلا. هو الأمر لا يمكن أن يظل هؤلاء النجوم على القمة للأبد، يوجد العديد من اللاعبين الذين أفرزتهم هذه البطولة. إذا نظرت إلى أوين في كأس العالم 98 سترى لاعبا صغيرا قد أظهر الكثير من المهارات وأبدع، فبالتالي أيضا المغرب أظهرت لنا الكثير من اللاعبين. يوجد لاعب أنا ربما نسيت اسمه، سفيان مرابط رقم 4، سفيان مرابط يلعب في فيورنتينا، هو لاعب لا يصدق، أنا هو ليس فقط لديه القدرة على إحراز الأهداف ولكن لديه القدرة على المرور بشكل رائع، وأستطيع أن أقول أنه سيكون في فريق كبير في فترة، أعتقد أنه يناسب خط وسط السيتي في يوم من الأيام.
وأيضا راموس في البرتغال قد أظهر أداء كبيرا لا يظهر إلا لاعبين أسطوريين ككريستيانو رونالدو حينما أحرز هاتريك. ربما نستطيع أن نقول الآن وداعا كريستيانو، فلدينا لاعب كبير في البرتغال. ربما هؤلاء اللاعبين نعم كانوا رائعين من وجهة نظري. بعيدا عن كاس العالم، وبما أنك كنت واحد من نجوم السيتي وهو فريق المفضل حاليا أوروبيا، سؤالي مرتبط بفرص السيتي في الموسم الحالي في التتويج بلقب الشامبيونز ليج مع بيب جوارديولا، هل تتوقع أنه ده يحصل؟ نعم نعم أتوقع ذلك. أمر سيكون رائعا، سيكون الأمر شيقا لنرى المنافسة حتى الرمق الأخير، ونتفاعل مع الأسابيع الأخيرة في المسابقة. لا أستطيع أحد أن يحذر من سيفوز، فالجميع يخمن، الجميع يقول رأيه، ولكن لا أصدق أن فريق آخر سيفوز بالبطولة غير السيتي. السيتي بالفعل لديه القدرة الأكبر على إحراز الأهداف والفوز بالمباريات، ولكن بالطبع الأرسنال صاحب الحظوظ الأكبر حتى الآن، حتى اللحظة. إذا كان لديك القدرة على إدارة مثل هذا الفريق لهذا المستوى فتستحق الوصول لهذا المستوى الرائع، ولكن من يدري الوصول للنقطة الأخيرة كيف سيكون الحال؟ فلنرى ولننتظر، فستكون نسخة مذهلة بالفعل.